شكرا. بالنسبة للدورة 42 للمهرجان الدولي لوحات هذه السنة التي ستنطلق في الواقع من 16 إلى 27 ديسمبر، بحكم أنه يوم 16 و17 المهرجان ينظم ندوة هامة جدا، هي ندوة علمية عنوانها الواحات التونسية ورهانات التنمية المحلية، سيقع تدارس فيها عدة مسائل وإشكاليات تتعلق بالواحة وبالتراث المادي واللامادي للواحة. ثانيا أنه بعد الندوة مباشرة عندنا أيام تنشيطية، وهو مشروع قدمه المهرجان وحظي بموافقة وزارة الثقافة، سنمثلهم وسنجسدهم في 3 أيام القادمين للندوة، يوم أيام 18 و19 و20 تكون أيام تنشيطية سميناها تراث وسياحة. مباشرة يوم 24 إلى غاية 27 ندخل في الفعاليات الرسمية للمهرجان الدولي الوحات، اللي هذه الدورة السنة بعد ما تم رفع الحجر عن الأنشطة الثقافية والمهرجانات في الفضاءات المغلقة والمفتوحة، المهرجان استعد رغم الصعوبات ورغم الإشكاليات اللي اعترضتنا، خاصة بعدما انهينا الدورة السابقة الدورة 41 اللي كانت بطبيعة الحال مدة سنتين، معناها عاشت فيها الجهة وعاشت فيها تونس بطبيعة الحال كلها فراغ ثقافي، وأثر على كل مجالات الأنشطة، سواء كان الإبداعية أو الأنشطة الثقافية أو الأنشطة الفكرية وغيرها والأدبية، وبالتالي احنا كنا ضمن هالخضم هذا وكنا ضمن هالنسيج هذا اللي تأثر كثيرا، ورغم ذلك فإن بقينا مستعدين، وهيئة المهرجان اللي أصبحت جمعية نباركوا هذا بطبيعة الحال، أصبحت جمعية سميناها جمعية مهرجان الوحات الدولي للسياحة والثقافة، ما بقتش معناها مكتفة فيها، بل خدمت وقدمت الكثير. الهيئة هذه نتوجه لها بالشكر بطبيعة الحال، وعدة برنامج طموح، فالبرنامج هذا طموح لأنه يلائم بين 3 أشياء اخترناها، اللي هي أنا كما قلت لك هي إلى روح الإهداء هذه الدورة إلى روح محمود العرفاوي، ثم الاعتماد في جانب آخر على الخصوصيات المحلية لولاية طوزر، خصوصيات الواحات وضرورة تثمين هذه الخصوصيات ومزيد تطويرها والاعتناء بها أكثر، وثالثا الإبداع الشبابي في شتى المجالات كما قلت. لنا افتتاح، سنفتتح المهرجان بعرض ممتاز، عرض يمازج بين التجديد وبين الطرافة وبين الإبداع كذلك، باش تكون فيه لمسة جمالية. اخترنا الشباب أنه يخرج هذا العرض الافتتاحي، ستشوفوه إن شاء الله. وكذلك وصلنا كذلك في هناك فقرات قارة ولكن متجدة في مضامينها، هي في شكلها يعني هي موجودة وقارة ولكن في مضامينها متجدة، حيث أنه باش تكون عندنا كرنفالات يومية صباحية ومسائية، وباش تكون عندنا أمسيات كذلك لفائدة الزوار في شتى الأغراض الفنية، سواء كان فن شعبي أو فن البدوي، وكذلك عندنا سهرات فنية، وكذلك عندنا ملتقى الواحات الثانية للفنون التشكيلية اللي بطبيعة الحال يأثوه جملة من الشباب وجملة من الضيوف اللي جايين من العراق ومن الجزائر ومن تونس، كذلك شباب تونس المبدع في مجال الفنون التشكيلية والحرفية. هذا تقريبا بشكل عام الدورة 42 للمهرجان الدولي للواحات بتونس.